بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك. رسول صلى الله عليه وسلم حرت ما وردي مسلاك حرت. زي قدرتي زينب. زبحلي مقيم. زبحلي أم كلثوم. زارس سيو فاطمة النار رضي الله عنها أجمعين. هي حرتاج رسول بحث صلى الله عليه وسلم من برتزيو قالوا خديجة قالوا نوروا يبي ملؤوا رسول صلى الله عليه وسلم ندي قال زبو غصا اشكر انتي باشنا حرسيو ندي الإيمان تا رسوله يتالي البيوما ما حيلي يزال وكل ساكن ديشو بدا مخامل حبريو حق حديث راز ولو عقوة تمثككا مع أنه خديجة رضي الله عنها كل شيء ساشت يزال كنزو رسول إجي بيدي زار زيادة يقدم دار سحقر تعرف ميلاد سحقر حاجة زيوا سلامي سفادة عشق مزيوا مسا ما يعني قال زيو صلى الله عليه وسلم يعني والداس لك جنة في حيث ولا صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم تجارب إسان وبدا هو بذلية أسا حقون فسيح لسان بي السلام عليك يا رسول الله يا ذكر الله ورسول زخارة حبريو حبر إسان بارو إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث من سلام سلام إيمين نبي ميقول أزولاي بيا إيش حشي تفسير زي كبت ولا نارا السنيب الخارو من النار وخامس حقرا أحشي زي بوسا ما رفت عبد حيرة قالوا خديجة سبقوا رضي الله عنها أزيد حيرة قالوا تعرف زولاي سامة بلك خديجة كيف كيكال دي وكرا الدنيا بي مثال كزوجة وكأخت وكأم لم يخلق مثل خديجة رضي الله حقرين بايو يا خديجة بايو برنا كترا يعني إسا حتى ما قسا ما أخوي وأخاف عن أجيب جنامة أقول بابا جاوة الحزان يا ابن العم يا ابن العم أخا أنا ما يدك قدرة يا ابن العم إذا ما فلت كما تعب قدرة لي يا ابن العم أوسك أخاخ أي نوع؟ قليت أبو سمير يعني سبت سمير رسول صلى الله عليه وسلم در ما نسي بي أحد ما تم السلم أي نوع لك ملايين حد كرا مكبورا بس حد كرا سلم نارا إسافوا نائلة ذات أبو شاين دوسا إنتا أن لا مسخ ذا شياتي تيوزداش صاحب السواد طواف حسان وقدا رسول صاحب السواد متكيث الليل يطلع ينبغى رسول فلما مررت مزاج خلو سلاسة كبيرة كونا رجاش قرشياش متى ما يسمعنو لا تمسح تكا تلقى با حسين اللي بقى ما يجيز بولا ماشو إذا من على ليكم الذي ما يقولون كرامة صديق صلى الله عليه وسلم حتى قرشات حج ناري بعد ما يقولون حج ناري لكن كبر ناري من انت قرش زخانوا قرش زبتا حل تابق عنه
ترى درجة حلوة. أخاف أيام أيام من أوقات يقرب. مزدلفة أيام. ندي أصلي أيام زمان تسا قرشية كنا. أزبي حلة. إزاي سحيرة تسا على يسي كنا. من بعد حاري. من اللي يرتاح عن غيرها. نحن سكان البيت أهل البيت يعني قاعد كعب اللي قبضنا لكن ترى أما بقية الناس الناس الزدريف إذا كانت عرفات يبقى عن حال البلد إنما كيشا يكون الإسلام تبع شو رسول صلى الله عليه وسلم دين إبراهيم موسى منار ما أخذ حنقول زين ما تيجي قلا هي كل كون ما نخلق يو ها نبي ندخل في التعب إنت هي تشي هو ما نخلق يو هي كل شعبي هو ما نخلق يو هي حركة ما تتشازع إيكا ما يسمى أخبارك حد يزنده بابنا إبراهيم إسماعيل نسي وسمنا أخبارك ما بين بين رسول صلى الله عليه وسلم مش هيك سنكي نسمة بحر لي أسرح مثل قيام لي مكر قاتي كار حراء يسمى أزلت عبد أشار أخا متى هذا منين أبدا أشار يا من خلق السماوات والأرض يا من خلق هذا الكون أظهرني ولو مهما كان خديجة سنك إذا مذكورة قرصة تبلو ما أذو أمر زيبة إلا هو أذو سر يحرم رسول صلى الله عليه وسلم سنك يجب وحلي بتجيبه الماء يردنا أربيز من أي إنسان رسول صلى الله عليه وسلم عادة يكون الزحي رأسا ومثل خبر عشو كل عشو الزود بإصال قدام صلى الله عليه وسلم في ليلة من ليالي شهر رمضان إذا بجبريل عليه السلام يظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم زين يوسف متى هذا؟ السلام عليك يا رسول الله. اللهم صل. خاب تقولي كل ما تايب أحد زين ما تايب أو بحنا بس زي ما تايب. ضوء كل ما حيبله زي يوسف. أم خلي ما يتفكر. قال يا محمد أنا جبريل وأنت رسول اقرأ اقرأ ركب الخاء من حد يقول اقرأ يا محمد على ما أنا بقارئ روم كيف تبو كم يا شيشتاي أمام بيزا شيوسا زيادة بيوسا متى قرأت اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم لا يسيرك أبشر يا محمد أنا جبريل وأنت رسول الله أزهر التمسي قد قبل نارو ثاني بس كبير قال زمو بسا زنبيلو مزيكو إيش؟ أشيب شامكو خديجة آكل النار من بعد نسو يزرقو سا إثار بعد إثار بعد فتن بياشو حكم يين انت خاصة عين سلسل بخار حد بذل بسا
بخال كبار تل أبيب خال متى شاع يوم قزع الشي برخي تحف بها لا ويبرد لك بس رسول خذ أشتي إرسا صلى الله عليه وسلم كشي زبرة إرسا ما بك يا محمد والله هو جزء وفان خوة ما تيني بتجمع أبشر أنت رسول الله وأنا جبريل وأنت رسول الله واتي نبقى ورقة بالنوفل نجيل حليس المتا ورقة ورقة بالنوفل وجه كتابات سكرة المتا كبراني المبال بيهوديا ساف المبال كتابات من سكرة المتا أزول السحار السا أمدو ورقة بالنوفل واتي إيه ورقة على القرآن أبشر يا ابن أخي هذا الناموس يعني الشخص إنما هو الذي كان يأتي موسى وعيسى من قبل يهان بشارة تبنيها لتفرار المشروع كهلام في الباب أخاك تزيج بازا أخوك أحسن بدي جبابي يعني دي خكا تدي يزا أحسن بكذا بدي جبابي يعني أحبر أنت ما ليتني يعني أتقال فوق غيرك نصري ساشو مبارك أنت يا حقام خي قرزيو أنا بذلك من نارا من نارا قرف بي قوم يخولي يا تقالبي مكة بي قال أو مخرجي يكو يا تني أمي نعم بايو يا محمد أخاف زيش خب زيش خب أي نبي دي زر أي نبي مي قوم ياس يحفظون مني مقال زي بقصة خلنا النبي سلام ما خانا خديجة رضي الله عنها وورقة من لكن ورقة بالنوفل بجيح النبرون أمد بابي نبي موت في ذلك جي وحي ندي ندي زي جامعش من ترى خبا سمي وادش ما بي نبي ندي شي سرخة بيو شياطيناش لاي ساي بي سي زلاش يا شي انت ملك تتوقع يا سلو من تيلا هنا احد كلمه سمعه بيسوما كان دي حروما جيدو ما زحتنا الحين كزيت بي اي دبليو بي مثلا جيدو ما كاهلاك ما رسول صلى الله عليه وسلم الذي هو جبريل تجبريل زورد بيامات عزام بحن أدى أقوفا نبي من شيء أي استراكة أسأل لا سيدي أسأل جنو من جنايس مكان شهور دفل بها خلاص أقوفا نبي يسا جبريل ما أنت إبليس لا نفو الله عليه جندياس وقفره من ترخى بلي فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بين جبلين حاربة أي مدى خلاص بقى. ما دام قد وعث كوج بحلك الله بس هيك لك خ عليك وبين فاجأة أنا يجي بلا ديكا فيس بخاب زيك أنت كبيت هالبلا خاب على أسلوبك ناشمة ومصر ضرار بوشك الزيو خامس قفروا يا مات حد كاهن ما بحتران عمر بن الخطاب بحتران رضي الله عنه ما عمر لمن اللي يحب جاءتني الجنية وهي فزعة وأخبرتني
أنهم بعد اليوم لن يخبروني بشيء، لأن بعثا قد بعث في هذه الأمة، بعث الجليل. فقال عمر خسلام سخسلام صدق بينما أنا عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل حد فذبحه فصرخ صارخ حز أو بايا حزين تبزوا السمخ بايا حياتي يقول يا جليح أمر النجيء رجل فصيح يقول لا إله إلا الله يعني إيش آخر يعني نبي حاسة حاسة حطامة هذا نبي مشارة إلى نهر بايا لا لا بايا جناش فيه هوجي اضطراب بحلوية تلاكة بين كل شيء يا شو ذا الأمو سيمي خلاص بي يبحل لي أحد ملاب إين أمي تعرفني ما جاء رسول صلى الله عليه وسلم قال زيبي لذي النبي انت وشاهد قرب إسلام تخانوان بانا خديجة رضي الله عنها ثم علي بن أبي طالب قالوا من الرؤساء أسلمت النار يوم زيو علي بن أبي طالب يزيو لي بوي نار الزبح أنا ساحب ناري من؟ إراز سيمزان ساحب ناري من ترى سيمزان؟ أبو بكر الصديق رضي الله من بني تيم يزيو لي بحارو ما حسب حسب يزال بدا قمت ذلك يا أبو حمد أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله أزبع عليه من ترى خبر من ترى خبر من اللي بتحاري الدعوة في إيه لا إن شاء الله وإلى اللقاء.